فريد، معقول انت نسيتني؟ انا ملك حبيبتك. فوق يا فريد، انا ملك مراتك وام ابنك اللي في بطني، ما تعملش فيا كده ارجوك. ابنك؟ اقسم بالله ابنك. طب لو مش عايزه انا هنزله، بس ما ترمينيش بره حياتك كده يا فريد. انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي، وانا واثقه فيك. انا بحبك، وحياتي من غيرك ناقصه حياه ملهاش طعم ولا لون. وكانك لخصتي الكون، حلمي اننا نكون مع بعض، نكون من بعض، نكون واحد مش اتنين. انا بحبك ونبضي انتظم على نبضك. تعالي نتقابل، ولو عقلك مش قابل انا ليا كلام وياه، قلبي اكيد هيقنعه، هيقعد معاه ويفهمه ان الحب ده احساس بيجمع ما بين قلوب الناس، والعقل ملوش فيه رأي. تتجوزيني يا ملك؟ واتمنى ما اشوفش وشك تاني، عشان لو شفتك مش هرحمك. يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا بحالها، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت، وانا النهارده جايه لكم بقصه جديده واثقه ومتاكده انها هتعجبكم جدا باذن الله، بقلم المبدعه هدير مصطفى. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا قصتنا. كازينو كبير مليان ناس، منهم اللي بياكل ومنهم اللي بيشرب او منهم اللي بيتسلى، ومنهم البطل بتاعنا اللي كان قاعد وسرحان في جمال بطلة قصتنا اللي كانت بتتحرك في المكان وبتوزع الطلبات على كل الموجودين. وطبعا مكان زي ده لازم يكون فيه مضايقات لبنوتة زي ملك، لكنها كانت بتتجاهل اي حد يحاول يتكلم معها او يعكسها، لحد لما وصلت لترابيزة فريد وهنا اتكلمت. تحت امرك يا فندم. انت جديده هنا؟ اظن ان ده شيء ما يخصكش. حضرتك تحب تشرب ايه؟ وفجاه شدها من ايدها وحاول يقعدها جنبه، وهو بيقول لها هشرب بس اقعدي كده، هو قوليلي تحب بنتي تشربي ايه. وهي لحظه وسحبت ايدها من ايده بغضب واتكلمت بصوت عالي، انت اتجننت؟ سيب ايدي من ده اللي مجنون يا بنت انتي. وقتها فريد رفع ايده عشان يضربها بالقلم، وفي نفس اللحظة الناس اتلمت وجه مدير المكان بسرعة. ايه اللي بيحصل هنا؟ اهدى يا سعادة الباشا، في ايه يا ملك؟ مزعلة فريد به ليه؟ الهانم شكلها ما تعرفش انا مين، وبتقول عليا اني اتجننت، وهو بيشدني وعايزني اقعد معاه. وانت عارف يا عمي انا ماليش في الكلام ده، انا اخري اقدم طلبات للزباين وبس. هنا مفيش زفت عمي، انا مديرك في الشغل، وانا اللي اقول تعملي ايه وما تعمليش ايه، وكلام يمشي عليكي، ولو مش عاجبك الباب يفوت جمل. وبص لفريد وكمل كلامه، اقعد يا باشا، احنا هنا كلنا تحت امرك، اتفضلي شوفي البيه يشرب ايه واعملي له كل اللي عاوزه. قال كده وسابهم ومشي. وقعد فريد على الترابيزة، وفضلت ملك واقفة اللحظات وهي بتفكر، فنزلت دمع من عينيها ومسحتها بسرعة. حضرتك تأمرني بإيه؟ فريد بص لها وصعبت عليه وحس إنها موجوعة جدا بسبب اللي حصل. هاتيلي 2 عصير فريش. تحت أمرك يا فندم. وسابته ومشيت، وهو انتبهها بنظراته لحد ما رجعت له ومعاها العصير. اتفضل اقعدي. فقعدت ملك بالفعل، وفريد ادالها كوباية العصير. ممكن تنسي اللي حصل كله؟ عادي يا فندم ولا يهمك. هو منير يبقى ايه؟ بقى عمي هو ازاي يستغلك في مكان زي ده؟ نصيبي كده للاسف، نصيبي اكون يتيمه اب وام، وان عمي يكون واصي عليا، نصيبي انه يشغلني باكلي وشربي ونومتي، ونصيبي انه يخليني اشتغل هنا مقابل انه يوافق اني اكمل تعليمي. فنزلت دموعها وهي بتتكلم، فمدلها فريد ايده بمنديل وهو بيرد عليها، انا اسف فكرتك واحده زيك زي اي بنت بتشتغل هنا، ممكن من النهارده تعتبريني صديق، ولو احتجتي اي حاجه انا تحت امرك. شكرا لحضرتك. ووقفت ملك عشان تمشي. خليكي قاعده عشان عمك ما يخليكيش تقعدي مع حد تاني، بس هو كده ممكن يزعقلي. ما تقلقيش خالص، مدام الترابيزه بينزل عليها طلبات وطبعا هيدفع له اللي هيطلبه مقابل قعدتك دي، مش هيقدر يعمل اي حاجه.
وبالفعل قعدت ملك وارتاحت في الكلام مع فريد، وبدأوا يتكلموا ويضحكوا، وكان كل يوم يجي بالليل وبمجرد ما عم ملك يشوفه يقول لها تروح تقعد معاه بسبب الفلوس الكتير اللي فريد بيدفعها. وطبعا ملك ما كانتش بترفض لأن هي كمان بتبقى مستنية وبقت تشوف فيه أمانها وحمايتها. والغريب إنهم كل يوم كانوا بيقربوا من بعض أكتر من اليوم اللي قبله، وبقى وجودهم مع بعض كل ليلة شيء روتيني، لحد ما جت ليلة والأول مرة فريد هو اللي كان قاعد مستني ملك ساعة واتنين وبرضه لسه ما جاتش، فراح لعمها منير عشان يسأل عنها. أمال فين ملك؟ معرفش. إزاي يعني؟ هي مش بنت أخوك وإنت اللي مسؤول عنها؟ أنا وهي روحنا سوا مبارح، صحيت لقيتها سابت البيت ومشيت ولحد دلوقتي ما رجعتش. أو ما دورتش عليها؟ ما عادتش تهمني عشان أدور عليها، هي كبيرة كفاية وتقدر تتحمل مسؤوليتها بنفسها. طب ما فيش معاها تليفون؟ لا، عن إذنك يا باشا عشان وراي شغل. منير مشي وساب فريد حيران يدور عليها فين، فجات له بنت من اللي شغالين في المكان. فريد بيه؟ أيوة. ملك برا وعاوزة حضرتك. بجد؟ هي فين؟ واقفة جنب عربيتك مستخبية عشان منير ما يشوفهاش. في اللحظة دي فريد سابها وطلع جري يدور على ملك، أو فعلا لقاها جنب عربيته. ملك كنت فين؟ أنا مستنيكي من بدري. أنا هربت من بيت عمي وأنا من الصبح بلف في الشوارع ومش عارفة أروح فين ولا أجي منين حتى، وأول ما الليل جه جيت وقفت هنا عشان ملقتش حد غيرك ألجأ له. طب إيه اللي حصل؟ ولا أقولك تعالي اركبي العربية نروح مكان نتعشى وترتاحي شوية وتحكي لي اللي حصل. وركبت ملك العربية ووصلوا المطعم وتعشى، وبدأت ملك تحكي. امبارح بعد ما روحت أنا وعمي وقف عمي ولقيته بيقول لي وآخرتها يا ست ملك. في ايه يا عمي؟ اللي اسمه فريد ده كل يوم يجي وتفضلوا قاعدين سوا بالساعات من اول ما نفتح المحل لحد ما نقفله، وانتي ما بتقضيش مصلحة. هو مش بيدفع لك اللي بيرضيك وزيادة؟ ده بقى اللي عايز افهمه، هو بيدفع ده كله ليه؟ ومقابل ايه؟ ده انتي حتى ما بتقوميش ترقصي ولا تعملي اي حاجة. بيت اوعي تكوني بتقابلي برا في حتة كده ولا كده. ايه اللي انت بتقوله ده يا عمي؟ الراجل نيته خير وحب يرحمني من القرف اللي بشوفه من الشباب اللي بيشربوا ما بيبقوش حاسين باللي بيعملوه. امال رفضتي تتجوزي ابني ليه؟ عشان ما ينفعش، اتجوزه ازاي وهو زي اخويا. ماشي يا ست ملك، خليني معاكي للاخر، بس لو شميت خبر بس انك بتطلعي معاه في حته من غير علمي ما تلوميش الا نفسك. وخلص كلامه وسابها ودخل لأوضته، وهي كمان دخلت أوضتها وغيرت هدومها ونامت على سريرها، ولسه هتروح في النوم صحيت على صوت باب أوضتها وهو بيتقفل بالراحة. فتحت عيونها ولقت ابن عمها واقف قدامها. ماجد انت بتعمل ايه هنا؟ مفيش، عايزة اتكلم معاكي كلمتين. وهو ده وقت كلام؟ معلش بقى، هو ده الوقت اللي بيناسب اللي زيك. زي تقصد ايه؟ يعني واحدة زيك بنت ليل. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وفجأة قرب منها وحاول يحضنها بالقوة ولسه هتصرخ، فحط ايده على بقها. ايه؟ هو حلال للغريب وحرام لابن عمك؟ انت اكيد مجنون، ابعد عني. ملك انا بحبك وطلبتك للجواز قبل كده وكل مرة بترفضي، بس خلاص انا قررت هاخد اللي انا عاوزه بجواز او من غيره. ملك سابته وطلعت تجري وفتحت باب الشقة وخرجت فورا، وماجد حاول يجري وراها بس منير خرج من الأوضة. ايه صوت الصريخ ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ملك سابت البيت ومشيت. ليه؟ انت عملت لها ايه؟ اوعى تكون قربت لها تاني. لا لا ابدا، انا بس كنت بتكلم معاها وطلبت انها توافق على الجواز مني، لقيتها سابتني ومشيت. خلاص يبقى هترجع، هتروح فين يعني؟ ملهاش مكان تروح فيه غير هنا. ومن وقتها وانا بلف في الشوارع مش عارفة اروح فين ولا اجي منين، كل اللي متأكدة منه انه مستحيل ارجع البيت ده تاني. طب تعالي معايا. على فين بس؟ على بيتي، هتعيشي فيه. ليه كده يا فريد؟ قلتلك انا مش من نوع ده من البنات.
انت فهمتيني غلط، دي شقة بتاعتي بروح فيها كل فين وفين لما احب اقعد في هدوء من غير ما حد يزعجني. اقعدي فيها على ما ترتبي امورك، وانا هقعد في بيت العيلة ومش هاجي عندك خالص غير عشان اطمن عليكي بس. وسكتت ملك للحظات وهي بتفكر في كلامه. ثقي فيا يا ملك، وانا اوعدك عمري ما هخذلك ابدا. حاضر، يلا بينا. وبالفعل فريد اخدها وراحوا على الشقة، وبمجرد ما دخلت اتفاجئت بذوقه الجميل جدا في اختيار كل حاجة في الشقة. كل حاجة هنا انا اخترتها على ذوقي عشان تكون مريحة لنظري، فاتمنى انها تعجبك. دي تحفة بجد. طيب يا ملك انا هنزل دلوقتي، الشقة دي تعتبريها ملكك وكل حاجة فيها تحت امرك. دي اوضة النوم وده المطبخ، والتلاجة هنا فيها كل حاجة. بكرة هجيلك تاني ولو ناقصك حاجة قوليلي عليها. شكرا يا فريد. على ايه بس؟ مش احنا متفقين اننا اصدقاء؟ شكرا انك طلعت سند ليا. ابتسم وسابها وخرج. فدخلت على اوضة النوم ورمت جسمها على السرير ونامت من كتر التعب. فاتت الساعات وطلع النهار، وكان فريد قاعد في اوضته في بيت العيلة واقف قدام لوحة وبيرسم فيها. ووقتها خبط باب الاوضة. تعالي يا كوكي. عرفت منين ان انا؟ طبعا لازم تيجي تضايقيني اول ما تصحي. هو انا ليا حد غير اخويا حبيبي علشان اصبح عليه كل يوم وضايقه؟ ضايقيني يا ستي براحتك. مش هتقولي بقى بتروح فين كل يوم بالليل بعد ما كل اللي في البيت يناموا؟ هكون بروح فين يعني؟ بدخل اوضتي وبنام. متأكد؟ وهكدب عليكي ليه بس يا كاميليا؟ اللوحة اللي كانت في ايد فريد لفتت انتباه كاميليا. الله الله، وايه اللوحة الجامدة دي؟ مين بقى القمر دي؟ تصدقي مش عارف، بس لما كملها وملامحها تظهر هعرفها اكيد. ما هي باينه اهي، اكيد انا طبعا. اطلعي بره يا كاميليا، عايزه اجهز عشان اروح الشغل. طب خدني في طريقك للكليه. لا انا مستعجل، اطلعي بره يلا. وضحكت كاميليا وخرجت. ووقف فريد قصاد اللوحه لمده لحظات وهو بيتاملها، وسال نفسه يا ترى انت مين وشفتك فين؟ انا متاكد ان معرفكيش، امال برسمك ليه؟ وبعدين جهز نفسه وخرج من البيت وتوجه لشغله. أما ملك فصحيت من نومها وفضلت تلف في البيت، وكمان جهزت أكل وقعدت قدام التلفزيون لحد ما الليل جه. وفجأة لقت جرس الباب بيرن، خافت ومردتش، فسمعت صوت بيقول افتحي يا ملك أنا فريد. اطمنت ملك وفتحت الباب، لقت فريد شايل شنط كتير جدا. ايه ده كله؟ دي هدوم علشانك، اتأخرتي على ما فتحتي ليه؟ بصراحة كنت خايفة. ما تخافيش، محدش يعرف البيت ده إلا أنا، وأنا معايا مفتاح أصلا، بس مرضتش أفتح إلا لما استأذنك الأول. ملك ابتسمت فبص لها فريد واتكلم. أنا قلتلك ثقي فيا. طب إيه مش هنتعشى؟ أنا مكلتش من الصبح. طب يلا نخرج. نخرج إيه؟ ده أنا بطبخ أحسن من أحسن شيف والسفرة جاهزة. طب يلا بينا. هو قعدوا يتعشوا سوا وبعدين سهروا قدام التلفزيون شوية. وبعدها فريد روح على بيته، وفضل الحال على كده كل يوم حرفيا. فريد يروح عند ملك يتعشوا سوا ويسهروا شوية وبعدين يروح، لحد ما جه في يوم وكانوا قاعدين سوا. بتحب الشعر؟ بتكتب شعر؟ أنا بحبك، وحياتي من غيرك ناقصة حياة ملهاش طعم ولا لون، وكأنك لخصت الكون. حلمي اننا نكون مع بعض، نكون من بعض، نكون واحد مش اتنين. انا بحبك ونبضي انتظم على نبضك. تعالي نتقابل، ولو عقلك مش قابل انا ليا كلام وياه، قلبي اكيد هيقنعه، هيقعد معاه ويفهمه ان الحب ده احساس بيجمع ما بين قلوب الناس والعقل ملوش فيه رأي. كلامك جميل. تتجوزيني يا ملك؟ وما ردتش من كسوفها. انا بحبك يا ملك، لو بتحبيني وافقي ونكمل حياتنا سوا. لحظتها حركت ملك راسها بالإيجاب، فابتسم فريد وقلبه فرحة. ربع ساعة بس ويكون المأذون واتنين شهود هنا ونكتب الكتاب بسرعة كده. ونتأخر ليه؟ أنا هو وانت هو وبيتنا هو، يبقى ناقص ايه؟ طول عمري نفسي بفرح كبير وزفة وفستان أبيض وحاجات كتير قوي كانت في بالي. وانا نفسي احقق احلامك دي كلها يا حبيبتي، بس غصب عني اهلي هيطلبوا ايدك من مين يا ملك؟ معاك حق،
مش مهم، المهم اننا هنبقى سوا. صدقيني يا حبيبتي انا هعوضك عن كل اللي ما قدرتش اقدمه ليكي دلوقتي، وانا واثقه فيك. قرب فريد من ملك والاول مره بسها من جبينها وبعدها اتكلم دقايق بس وراجع لك. وخرج فريد وساب ملك والفرحه ماليه قلبها، ودخلت على اوضه النوم وفتحت دولابها، وكل ما تختار فستان ترجعه تاني وتطلع اللي احلى منه، لحد ما وصلت لفستان ابيض فابتسمت وقالت هو لازم فستان فرح ما ده ابيض اهو. وبعد شويه جه فريد ومعاه اتنين من اصحابه ومأذون وندى عليها، فطلت عليهم بفستانها الابيض وتسريحه شعرها الهاديه والميك اب البسيط فابتسم ليها. المأذون وصل يا عروسه، وكتبوا الكتاب وخرج الاصدقاء مع المأذون، وفضل فريد مع ملك يحتفلوا بجوازهم والفرحه ماليه قلوبهم. وبعد ليله طويله وجميله جدا جمعت قلوبهم مع بعض، صحي فريد على صوت تليفونه وهو بيرن، كانت كاميليا هي اللي بتتصل بيه. ايوه يا كوكي، انت فين يا فريد؟ كنت سهران في الشغل واتاخرت شويه وجاي. فريد خلص المكالمة وبص الملك اللي كانت بتبصله باستغراب. دي كاميليا أختي، هي متعودة ما تنامش إلا لما تطمن عليا، عشان كده كل يوم هجيلك ونقعد مع بعض زي ما انت عاوزة، واروح أنام في بيت العيلة. معقولة يا فريد هفضل لوحدي برضو؟ معلش يا حبيبتي ده وضع مؤقت بس، على ما نلاقي طريقة انك تدخلي وسطهم وعرفهم بيكي. حاضر. وحياتي عندك يا ملك ما تزعليش. مش زعلانة يا حبيبي، المهم انك معايا. وبعد شوية فريد روح على بيته، وكل يوم كان بيروح عند ملك ويروح في اخر السهرة. فاتت الايام والشهور لحد ما جه يوم وفريد كان ماشي من عند ملك، فندهت عليه ملك واتكلمت بفرحة. حبيبي انا عندي ليك مفاجأة. يا ترى هي ايه المفاجأة؟ كلها كام شهر وهنبقى ثلاثة مش اتنين بس. ايه يعني ايه؟ ملك وهي بتحط ايدها على بطنها، يعني هنا في نونو هيجي ينور حياتنا، وهبقى انا ماما وانت هتبقى احلى بابا. مستحيل، انت بجد ولا بتهزري؟ وحياتك عندي يا فريد. فريد شالها بفرحة ولف بيها وحطها على السرير. من النهاردة مفيش حركة، تفضلي نايمة على السرير مرتاحة، وكل طلباتك اوامر، وكل اللي انت عاوزاها اعملهولك. قوليلي بقى نفسك في ايه؟ عاوزك تبات هنا النهاردة. لحظتها سكت فريد شوية وما ردش عليها. نفسي أصحى الصبح أجهز الفطار على ما حبيبي يصحى ونقعد سوا زي كل المتجوزين. فكر في كلامها شوية ومحبش يزعلها، فرد وقال بس كده انت تأمري يا حبيبة قلبي، اتخري بقى وخديني جنبك. وحضن فريد ملك ونام جنبها عشان يصحى تاني يوم على صوتها وهي بتغني. بص حواليه في الأوضة واستغرب جدا وكأنه في مكان غريب عليه، أمن على السرير وطلع يدور على صاحبة الصوت، فلقى ملك واقفة في المطبخ. انت مين؟ حبيبي انت صحيت؟ انت مين وبتعملي ايه هنا؟ ايه ما قلبك الرخمة دي على الصبح؟ مقلب ايه وزفت ايه؟ انت مين وبتعملي ايه في بيتي؟ فريد معقول انت نسيتني؟ انا ملك حبيبتك. تلاقيكي واحدة من اياهم، اتفضلي خدي حسابك وامشي من هنا. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ فريد انا مراتك. مراتي ايه يا بتاع انتي؟ امشي اطلعي برا. فريد سحبها من ايدها واخدها لحد باب الشقة ورماها برا وهي بتبكي وبتصرخ. فوق يا فريد، انا ملك مراتك وام ابنك اللي في بطني، ما تعملش فيا كده أرجوك. وكمان عايزة تلبسيني طفل مش ابني؟ ابنك، أقسم بالله ابنك. طب لو مش عايزه أنا هنزله، بس ما ترمينيش بره حياتك كده يا فريد، أنا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. دخل فريد وهو متجاهل كلامها تماما وقفل الباب، وهي فضلت قاعدة على السلم وهي بتعيط. وبعد دقايق فتح الباب ورملها شنطة هدوم وفيها فلوس. الهدوم دي اكيد بتاعتك، واظن الفلوس دي كفايه قوي على ليله امبارح، واتمنى ما اشوفش وشك تاني عشان لو شفتك مش هرحمك.
وبعدين سابها ومشي، وهي كمان أخدت شنطة هدومها والفلوس ومشيت، وهي مش عارفة تروح فين ولا تعمل ايه. هي بس بتفكر هو ليه بيعمل كده وازاي بيكلمها كده. وبعد شوية راحت لواحدة صاحبتها وطلبت منها تقعد عندها كام يوم لحد ما ترتب أمورها. أما فريد فروح بيته ودخل لقطه والغضب مالي عينيه. قابلته كاميليا اللي اتكلمت وقالت: كنت فين يا حبيبي؟ معقولة تبات برا وانا اسهر طول الليل قلقانة عليك كده وكمان قافل تليفونك؟ معلش انشغلت شوية. اكيد كنت ماشي في الشوارع تدور على حبيبتك اللي ملامحها وضحت في اللوحة. ايه؟ لوحة ايه؟ اللوحة اللي في المكتب تحت. كنت فاكراك بترسمني، بس طلعت بترسم حد تاني. مش مهم بقى، هسيبك اروح اجهز نفسي للكلية. وسابته كاميليا بالفعل، وهو راح للمكتب وبص للوحة لقى صورة مرسومة الملك، وبدأ كلامها يتردد في ودنه وهي بتقوله: فريد، معقول انت نسيتني؟ انا ملك حبيبتك. فوق يا فريد، انا ملك مراتك وام ابنك اللي في بطني، ما تعملش فيا كده ارجوك. ابنك؟ اقسم بالله ابنك. طب لو مش عايزه انا هنزله، بس ما ترمينيش بره حياتك كده يا فريد. انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي، وانا واثقه فيك. انا بحبك، وحياتي من غيرك ناقصه حياه ملهاش طعم ولا لون. وكانك لخصتي الكون، حلمي اننا نكون مع بعض، نكون من بعض، نكون واحد مش اتنين. انا بحبك ونبضي انتظم على نبضك. تعالي نتقابل، ولو عقلك مش قابل انا ليا كلام وياه. قلبي اكيد هيقنعه، هيقعد معاه ويفهمه ان الحب ده احساس بيجمع ما بين قلوب الناس، والعقل ملوش فيه رأي. تتجوزيني يا ملك؟ واتمنى ما اشوفش وشك تاني، عشان لو شفتك مش هرحمك. ذكريات كتير جت في دماغ فريد وكانت بتمر قدام عينيه، وكأنها فيلم هو البطل فيها وملك هي البطلة بتاعته. مسك دماغه وبدأ يصرخ بهستيريا وهو بيكسر كل حاجة في الأوضة. فجت كاميليا وهي بتصرخ من خضتها عليه: في ايه يا فريد؟ ملك يا حبيبي، رد عليا، ايه اللي حصل؟ جرحتها ووجعتها، غدرت بيها يا كاميليا. ملك حبيبتي، مراتي وام ابني، ضيعت ثقتها فيا. انا مخي هينفجر يا كاميليا. ووقع فريد على الارض مغمى عليه. وبسرعه كاميليا كلمت الدكتور اللي جه وكشف عليه واتكلم وقال لها: للاسف يا انسه كاميليا، استاذ فريد مرضه نفسي مش جسدي. يعني ايه يا دكتور؟ هو مش هيفوق من اللي هو فيه ده؟ دي صدمة عصبية ولازم نعرضه على طبيب نفسي. انا هكلم دكتور كويس جدا وان شاء الله هيقدر يساعده. شكرا ليك يا دكتور، تقدر تتفضل. خرج الدكتور بعد ما وصلته كاميليا، ودخل التاني لعند فريد لقته نايم على السرير وماسك لوحة ملك بيبص عليها ودموعه بتنزل. وبنروح لملك اللي كانت قاعدة مع صاحبتها. انا مش هتقل عليك يا ندى، اسبوع بس بالكتير وهكون زبطت اموري. هتروحي فين بس يا ملك؟ اللي انت حكيتيه ده بيقول انك ملكيش اي حد خالص. هدور على اي سكن للطالبات اعيش فيه وارجع الكليه واكمل دراستي، وهدور على اي شغل اصرف منه على نفسي وعلي في بطني كمان. بس اللي في بطنك ابن حلال يا ندى، والحمد لله اني كنت حاطه قسيمه الجواز وسط هدومي وهي معايا دلوقتي، واقدر اثبت بيها لكل الناس ان اللي في بطني يبقى ابن حلال. مسؤوليه كبيره قوي عليك يا ملك، بس لازم اكون قدها. طب بقول لك ايه، خليكي معايا هنا، وكده كده شريكتي في الاوضه سابتها من كام يوم، اجري مكانها وصاحبه البيت مش هتمانع. والله فكره تماما، انا موافقه، هقوم اكلمها لك. وبالفعل ندى كلمت صاحبه بيت المغتربات ووافقت ان ملك تسكن معاهم، وبدات ترتب حاجتها في اوضتها. وبعدين قعدت تفتكر ايامها مع فريد اللي في لحظات اتحول لواحد تاني، واحد تاني ما تعرفوش نهائيا. اما فريد فكان قاعد لسه في اوضته ولسه ما بين ايديه صورتها. فدخل عليها الدكتور: ازيك يا فريد، انا دكتور اكرم، جاي اقعد واتكلم معاك شويه، ايه رايك؟ انا مش مجنون يا دكتور. ومين اللي قال انك مجنون يا فريد؟ انت بس محتاج تتكلم، تفضفض وتطلع كل اللي جواك، يمكن اقدر اوصل للشيء اللي وجعك. انا مش فاكر حاجه، كل اللي فاكره ان صحيت لقيتني في بيت مع واحده ما عرفهاش، او يمكن اعرفها، انا مش فاكر اصلا. لقيتها بتقول انها مراتي وانها حامل في ابني،
طب ازاي وامتى؟ هي مين يا دكتور؟ انا هتجنن. انا فكرتها بتكذب، بس لما جيت هنا لقيتني راسم صورة ليها، افتكرت حاجات انا معشتهاش اصلا. شفت نفسي وانا بغازلها وانا بطلب منها انها تتجوزني، شفتها وهي قاعدة في حضني. ازاي انا اعترفت لها بالحب وانا مش عارفها اصلا؟ وكأن حد تاني هو اللي عاش كل ده، حد يشبهني لكن مش انا، مش انا خالص. الدكتور كان بيبصله وكأنه فهم هو في ايه، فاتكلم فريد بغضب: انت بتبصلي كده ليه؟ هو انا مجنون؟ انا مش مجنون قلتلك. اهدى بس يا فريد، انا عايزك تركز معايا، انا هعد من 1 لـ3، عايزك ترخي اعصابك خالص وحاول تهدي نفسك على قد ما تقدر، غمض عينيك ونام. وبالفعل فريد عمل اللي طلبه منه الدكتور، وبدأ الدكتور يعد: 1، 2، 3. انت سمعني؟ تقدر ترد عليا؟ فريد انت فين دلوقتي؟ شايف ايه قدامك؟ اتكلم فريد بضعف: انا شايف نفسي قاعد هناك في الكلية، زمايلي كلهم بيتريقوا عليا، محدش فيهم بيصاحبني الا عشان مصلحته، بيقربوا مني قبل الامتحان عشان اذاكر لهم، وبعد كده بينسوني، بيقولوا عليا كئيب ومليش في الجو بتاعهم. حتى مريم كنت بحبها قوي، هي كمان مثلت انها بتحبني عشان اذاكر ليها وتنجح، وبعد ما خلصنا الدراسة سابتني واتجوزت صاحبي، وجعتني قوي وكسرت لي قلبي، خلتني دخلت في اكتئاب، قفلت بابي على نفسي وكنت بهرب من كل حد يقرب مني، ركزت في شغلي ومستقبلي وبس، لحد ما ايه؟ اتكلم يا فريد. صوت فريد في اللحظة دي تغير من الضعف للقوة والمرح: لحد ما انا ظهرت في حياته. وانت مين؟ فريد برضو، بس النسخة مختلفة خالص. وانت عايز ايه منه؟ مش عايز حاجة، كل الحكاية انه صعب عليا، انسان ضعيف ومهزوم، شخصية ضعيفة ودايما مكسور ومجروح، كل اللي حواليه بيجوا عليه ومحدش بيقدره، شخصيته دي ما تنفعش في الزمن اللي احنا فيه ده. هو انا ساعدته؟ ساعدته ازاي؟ كل يوم كان بيقضي طول النهار عادي، وساعة ما يجي الليل بيجي دوري انا بقى، هو بينام وانا بظهر وعايش اللي مستحيل يعمله، صاحبت ناس وبقيت اسهر وافرح وعايشته السعادة اللي محروم منها. كان لازم فريد يعيش لحد ما قابلت ملك وحبيتها، حبيت وتحبيت. من فيكم اللي حبها؟ انا. انت مين فيهم؟ انا فريد. بس انتوا الاتنين فريد. لا، هو غبي، هو لازم ينتهي، هو طردها من حياتنا، ازاي انا هكمل من غير ملك؟ دي تبقى مراتي انا وحبيبتي انا، هي حامل في ابني دلوقتي. فريد ده غبي ولازم يبعد عننا، لازم يخرج من حياتنا، انا وهو لازم حد فينا هو اللي يكمل. لحد امتى هفضل اظهر بالليل بس؟ انا لازم اكمل وهو ينسحب. وليه هو اللي ينسحب؟ طب ما يكمل هو. يكمل ازاي ومع مين؟ هو انسان وحيد وحزين، ده حتى هو رافض نفسه وكاره حياته، ومفيش حد في حياته محدش عايزه. اما انا انسان سعيد والفرح مالي حياتي، عندي صحاب وعندي ناس في حياتي، والاهم من كل ده ملك تعرفني انا وبتحبني انا وعاوزاني انا، في المعركة دي اللي هيكسب لازم يكون انا. ولو ملك اختارته هو؟ مستحيل، ملك ما تعرفهوش ولا هو يعرفها، هو الاساس وانت وهم. انت لا يمكن تكمل لانك سراب، انت مجرد فكرة اتخلقت جوه عقله الباطن في لحظة اكتئاب بس عشان يهرب من حزنه من خلالك. هو كمان ما يعرفش بوجودك، بس لو عرف بكل سهولة هيقدر يطردك. فريد انت سمعني؟ ما تخليهوش يسيطر عليك، هو وهم وملوش وجود، ركز معايا وتجاهله. انا هعد من 1 لـ3 عشان تفوق، فتح عينك ببطء وخليك مركز معايا. 1، 2، 3. فريد انت فاكر حاجة من اللي حصلت؟ ايوه. هتساعدني ان نتخلص منه؟ ارجوك يا دكتور، انا عايز اعيش حياتي صح، لازم نوصل لملك، انا معرفش اي حاجة عنها، تعرف توصلني للبيت اللي كنتم عايشين فيه؟ ايوه. طب يلا بينا. وبالفعل خرج اكرم مع فريد وراحوا للبيت اللي كان بيجمعه مع ملك. واول ما دخل فريد غمض عيونه وفضل واقف لدقايق وافتكر ذكرياتهم سوا، ونزلت دمعة من عيونه فبصله الدكتور اكرم: افتكرت حاجة؟ ايوه،
كده عقلك الباطن بدأ يلعب عليك، بيصور لك المشاهد اللي شخصيتك التانية عاشتها مع ملك عشان تشوف السعادة اللي كان فيها، فتقرر الانسحاب وتديله فرصة ان يظهر من تاني. هو هيحاول ان يسيطر عليك، ما تديلوش فرصة. تعال ندور على اي حاجة توصلنا لمراتك. مراتي؟ ايوة مراتك، ملك دلوقتي تبقى مراتك انت، ما تنساش انكم انتوا الاتنين واحد. وبدأوا يدوروا على اي حاجة توصلهم لملك، بس من غير اي فايدة. فاتت الايام وبرضو مفيش فايدة. فريد لسه بيتعالج لحد ما الشخصية الوهمية استسلمت وسابته. اخيرا اخيرا اصبح انسان طبيعي وفعلا اتغير تماما، بقى مرح وعنده اصدقاء ومعارف، بقى حواليه ناس كتير، بس لسه ناقص اهم شخص، ملك اللي دايما بيدور عليها. فاتت سنة واتنين وتلاتة ولسه فريد عنده أمل إن يلاقيها. وجه يوم حفل التخرج كاميليا، كان ماشي في الحفلة وجذبته بنوتة صغيرة كانت بتشاورله وبتبتسم بفرحة وهي على كتف مامتها، فرح لها عشان يلعبها وهو بيقول لها اسمك ايه يا صغننة. الصوت لفت انتباه الأم اللي بصت ولحظتها اتصدمت. فريد؟ ملك؟ فريد ما كانش مصدق نفسه، فضل يبص لها كتير جدا، هي والبنوتة اللي معها اللي أكيد تبقى بنته. بس هي فجأة قالت له عن إذنك ولفت ودت له ظهرها وهي ماشية. ملك استني، ومسكها من إيدها. أرجوك اسمعيني، والله كان غصب عني. غصب عنك؟ أنت كسرتني. ملك أنا كنت مريض. مريض؟ آه مصدقك أكيد. صدقيني والله ما بكذب عليكي، تعالي بس احكيلك على كل حاجة وبعد كده حكمي عليا بنفسك. وراحت ملك معاه وقعدوا مع بعض، واخد منها البنوتة اللي فضل حضنها وبدأ يتكلم. سمتيها ايه؟ سمتها فريدة. حضن البنت قوي ومسك ايد ملك واتكلم بألم. انا اسف، انا كنت مريض يا ملك، كان عندي انفصام في الشخصية، واليوم اللي حصل ده انا كنت واحد تاني. وحكى لها فريد كل اللي حصل من أول اليوم اللي طردها فيه لحد ما خف. يعني دلوقتي أنا مراتك ولا مش مراتك؟ أنا مش فاهمة. بتحب الشعر؟ أنا بحبك يا ملك، وحياتي من غيرك ناقصة حياة ملهاش طعم ولا لون، وكأنك لخصتي كل الكون. حلمي إننا نكون مع بعض، نكون من بعض، نكون واحد ومش اتنين. أنا بحبك ونبضي انتظم على نبضك. تعالي نتقابل ولو عقلك مش قابل، أنا ليا كلام وياه، قلبي أكيد هيقنعه، هيقعد معاه ويفهمه إن الحب ده إحساس بيجمع ما بين قلوب الناس والعقل ملوش فيه رأي. ابتسمت ملك وافتكرت لما قالها نفس الكلام ده زمان وطلب منها الجواز، فردت وقالت له كلامك جميل. تتجوزيني يا ملك؟ بس المرة دي هيكون جواز قدام العالم كله، هتطلي بالأبيض ونكمل حياتنا سوا طول العمر، أنا وإنتي وبنتنا فريدة. ولحد هنا تكون خلصت قصتنا يا أحلى متابعين في الدنيا بحالها. قولولي رأيكم فيها في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واستنوني في قصص تانية كتير. بحبكم قوي، مع السلامة.